مع نهايات القرن الثامن عشر كان محمد بن علي السنوسي يبحث عن مكان لنشر دعوته السنوسية، وخلال تنقله بين مسقط رأسه مستغان في الجزائر والحجاز أقام في ليبيا وطاف بأقاليمها الثلاثة. لم يجد مكاناً لدعوته في طرابلس التي كانت تزخر بدور الصحافة والسياسة والتعليم، ولم يكن ذلك موجوداً في الشرق الليبي ذي الطبيعة الصحراوية البسيطة، مما جعله مكاناً هادئاً لبذر بذور دعوته السنوسية. طبعاً بطرابلس كان فيها السلطة العثمانية وما يعرف بالسلطة التركية، كانت سلطة قوية، في مؤسسات، في دولة، في جيش، في شرطة. برقة نستطيع أن نطلق عليها لقب المنطقة السائبة، وخاصة في المنطقة الشرقية لم تكن فيها قيادة دينية بمعنى القيادة الدينية، الأتراك فقط في درنة وبني غازي، وما عدا ذلك قبائل متحركة، وكأنك في الجزيرة العربية تصول وتجول ويغزون على بعضهم. فيوجد أن هذه المنطقة يمكن الدعوة فيها، فيها أجر، في نفس الوقت يمكن تكوين منها قوة سياسية. هذا لا شك كان طرابلس فيها استنارة، وهذه ما كانتش موجودة في برقة، وربما هذه زي ما قلت لك منذ قليل هي السبب اللي خلت السنوسية تأتي إلى هذه المنطقة اللي هي بعيدة عن وترمي في هذه البذرة، بذرة الحركة السنوسية باش تنمو وتترعرع. ما كانتش تنمو وتترعرع في طرابلس، لأن في تنافس، في منافسة. بدأ محمد بن علي السنوسي ببناء الزاوية السنوسية الأولى في البيضاء، لينتقل بعدها إلى الجغبوب لتكون مهد دعوته السنوسية في الشرق الليبي. الجغبوب في ذلك الوقت كانت عبارة عن واحة صغيرة مليئة بالحركات المهربين والقطاع الطرق إلى آخره. فبنى فيها المسجد والمدرسة والزاوية، وأصبحت هي العاصمة الأولى للزوايا. ومن هناك بدأ يضع في خريطة الزوايا السنوسية في الجبل الأخضر وفي المناطق المحيطة في تشاد وفي غرب السودان أو شمال غرب السودان، وبدأ يتوسع شيئا فشيئا حتى أصبح عنده حوالي 330 زاوية وحاجة من العدد يعني. كانوا يأتون بصغار الأفارقة إلى الجغبوب ويعلمونهم، ثم يرسلونهم إلى بلدانهم مرة أخرى ليعلموا أهلهم قيم الإسلام وشرائعه بلسان قومهم. فهذه البيئة نالت تقدير واحترام وولاء شعبي منقطع النظير في مناطق برقة بالتحديد. أصبحت عامل البركة والوقار الديني والاحترام. الشيخ محمد المهدي وهذا الملك إدريس، هذا الرجل أمن التجارة، تجارة القوافل، وكان يعاقب قطاع الطرق ويعاقب اللصوص، فنشر الأمن والأمان، ارتفع مستوى الناس الاقتصادي، صارت تجارة، صارت زراعة، صار استقرار، أحبه الناس. هذه الحركة طبعا أصبغت على أسرة الشيخ محمد بن علي السنوسي وذريته، أصبغت عليهم هالة من القدسية، وهذه انتقلت إلى السيد إدريس نفسه. السيد إدريس عاش وتربى في الجغبوب داخل إطار الأسرة السنوسية، وطبعا الجغبوب كانت بها مكتبة كبيرة وكان بها معهد متقدم للعلوم الدينية، ولكن الملك إدريس عاش كأحد أبناء هذه الأسرة المتميزة، وبالتالي عاش إلى حد كبير كأمير، كلمته نافذة وأوامره تطبق. لما توفى سيد المهدي كان ابنه الأكبر سيد محمد إدريس السنوسي اللي بعدين أصبح ملك ليبيا كان قاصر، فتولى الجهاد نيابة عنه السيد أحمد الشريف السنوسي اللي هو ابن عمه. فبدأ يقاوم في الاستعمار، وكان الاستعمار يخشى هذا الرجل. طبعا انت عارف الفرنسيس جاءوا الى الجزائر، ثم بدأوا يحولوا الى تونس وايضا المغرب الاقصى، المملكه المغربيه. The cousin Ahmed al-Sharif had been head of the order since the Mahdi had died, I think in 1902, and he had had a very difficult time because
He had first of all had to fight the French, who were advancing from Central Africa and across the Sahara into countries what are now known as Chad, and generally advance northwards across the Sahara. So the Senussi were contesting this French advance. نظر الاستعمار الفرنسي للحركة السنوسية كمصدر تهديد لاستعماره في إفريقيا، فناصبها العداء، فهاجم الزوايا السنوسية ودمر عددا كبيرا منها حتى أصبح قريبا من الكفرة، معقل السنوسية عام 1909، حيث كان الشاب إدريس السنوسي يعيش فيها تلك الأجواء. حتى الفرنسيين هددوا تقريبا مركز الكفرة اللي هو كان المركز الرئيسي للسنوسية في الجنوب، فبعض أعضاء العائلة الإدريسية نصحوا السيد أحمد يعني يستنجد بالمندوب السامي البريطاني في القاهرة. لما استنجد به مندوب السامي اللورد كيتشنر اللي بعدين أصبح وزير خارجية، اتصل بالفرنسيين وهددهم، وفورا توقف الغزو الفرنسي. أشير لهذه النقطة حتى أبين أول اتصال ذهني ما بين بريطانيا والملك إدريس أيامها الأمير إدريس. يعني شعر بأن هذه الدولة لها نفوذ كبير جدا، فبدأ نوع من الهيبة ونوع من الخوف. سافر السيد أحمد إلى الجغبوب، بينما بقيت أنا في الكفرة عاما كاملا، تدربت خلاله على تسيير الأمور المتعلقة بمسؤولياتي المقبلة. في تلك الأثناء تخلت تركيا عن البلاد لإيطاليا بمقتضى معاهدة لوزان 1912، وبينما كان السيد أحمد يحارب الإيطاليين قررت أن أذهب إلى مكة لأداء فريضة الحج ثم أعود لمساعدته. في شهر أبريل 1914 غادرت الجغبوب متجها إلى مصر، وبعد مسيرة 7 أيام وصلنا إلى الساحل، وهناك شاهدت البحر للمرة الأولى في حياتي. ذهب إلى الشرق وهو معبأ علميا، يفهم السياسة، فذهب لأداء فريضة الحج، هذا القطاع اللي يتحرك به، لكنه كان يستكشف ما حواليه. يعني هو كون بوادر تكوين الكاريزما والشخصية له في داخل البلد، ثم صقلت هذه من خلال رحلة الحج الأولى، رغم صغر سنه لكنه استفاد منها. بدأ السيد إدريس رسم الخريطة السياسية للعالم الخارجي من حوله، ففي مصر التقى الخديوي. وفي الشام كان الوالي التركي في انتظاره، وفي الحجاز كان اجتماعه مع الشريف حسين. وخلال الرحلة اندلعت الحرب العالمية الأولى، وعايش الرؤى المختلفة حول الحرب، وبالتحديد موقف أهم قوتين في المنطقة العربية، الأتراك والإنجليز، اللذين كانا طرفي صراع في هذه الحرب. في طريق عودته إلى ليبيا حرص السيد الشاب على الاجتماع بالإنجليز في مصر. قمنا بزيارة لكل من جنرال ماكاسويل قائد القوات البريطانية في مصر والكولونيل كليتون، فناقشنا معهما أوضاع العلاقات السنوسية الراهنة مع الأتراك والإيطاليين والبريطانيين. أعرب الاثنان عن رغبتهم الأكيدة في أن نقطع علاقاتنا مع الأتراك ونؤيد البريطانيين في الحرب، أو نبقى محايدين على الأقل. كان ذلك أول لقاء بيني وبين البريطانيين، خرجت منه بانطباع جيد عن سلوكهم الودي وقوتهم العسكرية، ولم يكن بوسعي أن ألتزم بأي تعهد نيابة عن السنوسيين قبل استشارة السيد أحمد الشريف أولا. كلهم أرادوا الاتصال به، لماذا؟ لأنه يسيطر على أمن الحدود الغربية، الأسرة هذه مسيطرة على أمن حدود مصر. أنا اطلعت على بعض رسائل جاية من المندوب السامي البريطاني، يعني ما لا أصدق إنه كان يعرف على إيش كان بيمضي، إلى النسيب الحسيب اللي كذا كذا، يعني كل يعني ألقاب التبجيل والكذا كذا، بس يعني خليك بعيد عنا. فانتهزوا الفرصة وكلموا السيد إدريس، قال لهم أنا أقل كلامكم هذا لابن عمي ولكن أنا لا أتدخل. قالوا له إحنا يا أخي بكل الطرق ما بدنا يتدخل السيد أحمد وتورطكم،
أنا مرة من المرات قلت سألته، قال لي يا فلان أنا ما كان أبغى أني أفرق السنوسية، فأنا نقلت الكلام هذا للسيد السيد أحمد وأنا بقيت في الخلف. كان أحمد الشريف يدرك أنه ليس من الحكمة مهاجمة القوات البريطانية خارج الحدود الليبية في مصر، بينما الاحتلال الإيطالي يغزو بلاده من الداخل، ولكن ولاءه للخلافة العثمانية التي كانت مصلحتها في إشغال القوات البريطانية في مصر جعله يتورط في معركة غير متكافئة القوى مع الإنجليز ليخرج منها مهزوماً، ويتبع ذلك واقع مؤلم على الشرق الليبي الذي أصبح بين عدو في الشمال وآخر جديد في الشرق. طبعاً البريطانيين قفلوا الحدود المصرية، والحدود من الحدود المصرية كان الأرزاق والسلاح وكل التأييد كان يصل إلى المقاومة السنوسية، هذه أول ناحية. والأسطول الإيطالي باتفاق مع بريطانيا قفل كل المواني، ومن سوء حظ المقاومة سنتها كانت أشد سنة جدب. مع مطاردة أحمد الشريف في الصحراء الليبية وصعوبة الواقع الجديد، ارتفعت أصوات زعماء القبائل في الشرق الليبي مطالبة إدريس تولي زعامة الحركة السنوسية. في جدابية قدمت للسيد إدريس مضبطة أو عريضة من قبل مشايخ المنطقة ومشايخ البادية في ذلك الوقت، يطالبون فيها بفتح الحدود المصرية والنظر إلى حالة الناس. He was able to take advantage of that situation by posing himself as a man of peace and diplomacy and thereby establishing himself as a credible negotiable leader of this organization. الإنجليز والطليان اتفقوا، الإنجليز والطليان اتفق الاثنين طرفين اتفقا على أن لا تتم مفاوضات، يعني عقد مفاوضات مع الأمير إدريس إلا إذا اتفق إدريس مع الطليان أو اتفق الطليان مع الإنجليز. فهنا أصبحت يعني الساحة تكاد تكون خاصة يعني إذا ما عرفنا أن السيد إدريس لم تكن الأيديولوجية الخاصة به قد اتضحت بعد. هنا بدأ المسار الآن يأخذ سبحانه يعني يأخذ خط آخر مخالف تماما، بقدر ما كان السيد أحمد الشريف معادي الإنجليز وحربهم وشعر بألعيبهم، وجاء السيد إدريس وضع ثقلة مع هذه الكتلة السياسية الجديدة مع الإنجليز. All the archival documentation says all the accounts on Idris' life say that he didn't agree with his cousin. He hadn't wanted the war against the British in Egypt and therefore the British understood that here probably was a man they could negotiate with. They could bring to a peaceful settlement and they could persuade the Italians in Cyrenaica as well to come to a peaceful settlement. The British, of course, wanted the threat to the Suez Canal ended on the from the Western Desert. The Italians wanted peace in Cyrenaica because they were very heavily engaged in the European war against the Austrians on the Alpine Front. So both these countries wanted to come to a peaceful settlement. قررت أن أفاتح السلطات البريطانية والإيطالية في شأن إيقاف الحرب بأسرع ما يمكن، كما كتبت إلى السيد أحمد لإبلاغه بما عزمت عليه، فرد بالموافقة على التفاهم مع البريطانيين ولكن ليس مع الإيطاليين. أنهكت الحرب العالمية الأولى إيطاليا التي دفعتها إلى دخول مفاوضات مع الغرب والشرق الليبي. في الغرب توصلت إلى اتفاق على إقامة حكومة طرابلسية برئاسة إيطالية، وفي الشرق شرعت بسلسلة مفاوضات مع إدريس توصلوا فيها إلى اتفاق الرجمة الذي منح إدريس لقب أمير وإمارة مركزها أجدابيا.
With this agreement, the Italians recognized the political leadership of the Sanusia, granted Idris the title of Amir, and there was also a division of Cyrenaica in two spheres of influence. The coastal area controlled by Italians and the internal area controlled by Senussia. فمن ضمن هذه الاتفاقية الرجمة هي تكوين إمارة في برقة ووضع برلمان على رأس صفي الدين والرضا وافتتح هذا. طبعا الطليان كانت عبارة عن سياسة وقتية ليس إلا يعني لكسب الوقت. الإنجليز استفادوا منها بأن الحدود أصبحت آمنة وفتحوا الحدود وبدأ البيع والشراء. يمر الليبيين يبيعوا في مغشيهم ما يريدون يبيعون في مصر ويشترون مقابل ذلك من البضائع المصرية، فالأمور ارتاحت بعض الشيء، ولهذا الناس حبوا الأمير إدريس رغم أن ما كانش في صالح القضية الجهادية. القضية الجهادية هي التشدد والقتال حتى النهاية، رغم أن الظروف في ذلك الوقت كانت صعبة بالنسبة للليبيين. أنا يحكوا لي أبويا وجدي وأهلي أنهم كانوا فعلا في ضائقة، يعني لولا هذه الحدود ممكن مش معروف إيش يصير فيهم، يعني يكون يصير هلاك أكثر. يعني لما استلم القيادة كانت برقة في أسوأ تاريخ، أسوأ أيام تاريخها إلى يومنا هذا. كانت البلد مقطوعة الأوصال، ما في دخول من مصر ولا من البحر، ومجاعة في البلد، اضطر يوصل إلى كذا بعد مفاوضات كذا وكذا وكذا، يعني توصل إلى هذا الكلام التافه شوية. يعني إمارة إيش يعني؟ يا أخي طب أنت خليك هنا وأنا خليني هنا، هذا الحكاية كلها. واستعملها في إعادة تقوية البلاد، وبعد منها رجع للجهاد مرة ثانية. وصل الحزب الفاشيستي إلى الحكم في إيطاليا، وتغيرت سياسة إيطاليا في ليبيا، وقررت إيطاليا السيطرة الكاملة على تراب الليبي، وجسد ذلك أحد حكام طرابلس فولبي الذي قال يعني ما معناه سنحقق السلام في ليبيا لا مع الزعمات ولا بهم ولكن بدونهم. الطليان خلاص أخذوا تنفسوا وارتاحوا، فرجعوا للمستعمرة من جديد بيتوسعوا، فألغوا الاتفاق مع الطرابلسيين، وقبل ما يلغوه داروا بينهم مشاكل باش يصير حرب أهلية، فحصلت حرب أهلية مات فيها رمضان السوحلي. طبعا في 22 إخواننا في طرابلس المنطقة الغربية والجنوبية لما وجدوا أنفسهم ما عندهمش قيادة موحدة، أرسلوا وفد إلى الأمير إدريس في جدابي وقالوا نحن نريد أن تضع أنت القائد الأعلى في ليبيا في اتفاقية اسمها اتفاقية سرت. في مؤتمر سرت فعلا اتفق ممثلون عن برقة وممثلون عن زعماء طرابلس على مبايعة الملك إدريس أو الأمير إدريس. لأن البراق ومن ذلك الوقت عندهم شرط كان معروف، أن لابد من إعلان إدريس السنوسي ملك أو أمير على كداش، ورضخوا في طرابلس في مؤتمر غريان للموضوع هذايا، وعملوا كتبوا وثيقة رسمية وقعوا عليها الزعماء متاعين ولاية طرابلس الغرب كلهم، وكونوا وفد برئاسة بشير السعداوي هذا الله يرحمه. كان يحمل البيعة بشير السعداوي الله يرحمه عبد الرحمن عزام، بيعته ملك على ليبيا، فملك إدريس كان يفهم شوية في السياسة فخلهم خليكم موجودين، أنا عندي موعد مع وزير المستعمرات وأنا أرجع لكم، لكن أنا قبلت البيعة. هلأ اجتماعه مع وزير المستعمرات الإيطالي طلب منهم، قال لهم أنا في بعثة جاية من طرابلس وحتى توحد البلد، فكان رد جاف يابس كيف الكرانيت، نو نو نو، لا يمكن أن تكون لك ذرة واحدة مع طرابلس وإلا الاتفاقية بيننا تنتهي، ما في مجال لأي حلول وسط.
أدرك الأمير إدريس أن مسألة إنهاء الإيطاليين لمعاهدة الرجمة مسألة وقت، ورغم قبوله البيعة من الطرابلسيين إلا أنه قرر مغادرة ليبيا إلى مصر، وعين أخاه الرضا مفوضاً عنه في برقة، وجعل عمر المختار مسؤولاً عن المجاهدين أو الأدوار في الشرق الليبي. وجد أهالي طرابلس في مغادرة الأمير إدريس نقضاً لبيعته معهم وتخلياً عن شعبه أثناء منعطف تاريخي حاسم عام 1922. عدم وجوده في الميدان خلى فراغ سياسي، فراغ عسكري. الناس، في ناس موجودين كانوا متشددين أصبحوا طائعين لإيطاليا أو قعدوا على الحياة. يعني هو لا شك بمعنى ما هو نوع من الفرار، لكن كان انسحاب، ربما انسحاب تكتيكي لإدراك الملك إدريس أنه لا قبل له بجيوش إيطاليا الزاحفة. He was not a man of war, he was a man of peace. He thought, it's no good my staying in this country if it's going to be at war. I can much better operate and influence people for if I go to Cairo and stay there, because I've got a better audience there. I can get hold of people who I think I can best influence, and I'll do much better to go there. So he, on the pretext that he needed medical treatment, he said, I want to go into exile in Egypt. ذهب إلى مصر، ابتعد عن السياسة نهائيا. طبعا ربما الإنجليز طلبوا عليه مقابل اللجوء السياسي بضغط من السفارة الإيطالية، القنصلية الإيطالية، المخابرات الإيطالية، أن هذا يقبل لجنة السياسي، لكن لا يتعامل في السياسة. دخلت ليبيا مرحلة مظلمة من تاريخها تحت الاحتلال الإيطالي الفاشي الذي سام أهلها سوء العذاب. عمر المختار الذي أوكله إدريس بقيادة الجهاد حاول مع مجموعة من القيادات الليبية إقناع الأمير إدريس بالعودة من منفاه ليكون على رأس الجهاد في ليبيا. سيد عمر المختار، يوسف برحيل، علي العبيدي ومجموعة من كبار القادة عايزين الأمير إدريس يرجع في الميدان ويقود هذه القبائل، ولأن محتاجين للأوامر. ما هي الأوامر؟ الأوامر لما الأمير إدريس يكتب رسالة يقول عليكم بمد الجهاد بكذا، أنت بتقدرش تقول لا. لأمرين، هذا رئيسك الأعلى، اثنين رجل مبارك، هم يعتبروه هكذا مقدس يعني. فكانوا الناس لما يجي رسالة يقول سمعا وطاعة، كلهم اللي سجلت منهم كلهم يقولوا هذا الكلام، يخافوا منه، لما يرفع يده ويدعي عليه يخافوا منه. Well, I don't think Omar Mukhtar would really have wanted Idris there seriously, because, as I say, he was not a suitable man to lead a guerrilla war against the Italians. Omar Mukhtar was much better equipped, much better qualified to do that, and did a splendid job for 10 and more years until he was finally captured and hanged, of course. Idris was much better being safe in Egypt. So I think that Omar Mukhtar was probably mistaken in asking him to come back. واصل عمر المختار مقاومته للاحتلال الإيطالي بشراسة وبحماية من قبائل برقة الذين وفروا له كل ما يملكون، مما جعل الإيطاليين يحولون برقة إلى معسكرات اعتقال جماعي. ولهذا الطليان بيش يقضوا على الحركة يدوخوهم، شلوهم كله في المعتقلات. أنا قبيلتي 30,000 رجعوا منها 13، مسجل في المحاضر يعني. قبيلة اسمها قبيلة العبيدان. ثلاثين ألف نسمة بدأت الطليان يرجعوا 13,000 ماتوا في العقيل والبريق، لأن هذول يساعدوا في المجاهدين بشرا ومادة وواقف استخبارات. سنة 1931 انتهت المقاومة في برقة مع استشهاد قائد الأدوار السنوسية عمر المختار.
كانت تلك فترة تعيسة للغاية، فقدت أثناءها الكثيرين من أخلص أصدقائي وأنصاري الذين استشهدوا في معارك الجهاد ضد الإيطاليين، كما غمرني الحزن والأسى الشديد لمعاناة أهل برقة. وعقب احتلال الكفرة دمر المسجد الذي كان يضم رفات والدي، ونهبت وبعثرت محتويات المكتبة التي كان فيها الكثير من كتبنا ومخطوطاتنا. ما كان يشد من أزري عبر تلك الظروف العصيبة سوى ثقة بالله وتعاطف أصدقائنا في العالم العربي. لجأ معظم أهالي الكفرة التي دمرت بالكامل إلى مصر، كان من بينهم فاطمة بنت أحمد الشريف التي انضمت إلى ابن عمها في مصر وأصبحت زوجة له. الملك إدريس كان سياسيا موجودا في المنفى في مصر، لابد أنه سأل نفسه ماذا يفعل. ما كان له إلا خيار واحد، وهو محاولة الانضمام إلى معسكر الحلفاء. انتهى الأمر إلى أن دعا الأمير إدريس إلى عقد اجتماع في بيته، وحصل جدال هل نحن نصلح بينا نخش مع الإنجليز، وكان فيه يقول لك لا احنا ممكن ننتصروا واحنا غدو في 60 داهية. حكيت الملك على الموضوع يعني بعد سنوات وكذا، قال لي ايش الخيار اللي كان عندي وانا الغريق وما خوفي من البلد، هنا في الانجليز ممكن يساعدونا وممكن ينكسروا، لكن الطليان اذا جونا كسروا ولا انتصروا رحنا معهم. قبل الامير ادريس التحالف مع الانجليز مقابل وعد شفوي بأن لا تخضع برقة مرة أخرى للاحتلال الإيطالي. بدأ الأمير بتشكيل القوة العربية الموحدة ودعا الليبيين إلى الانضمام إليها، إلا أن أهالي طرابلس رفضوا الدعوة ولم ينضم سوى 40 منهم إلى القوة الجديدة. لما جاء الاتفاقية أول من عارض الانضمام للإنجليز هو أخوتنا في طرابلس بالذات. لماذا؟ قالوا له انت خنت البلاد وانت زي ما تقول ما وفش بوعودك وانت تخليت علينا، انت احنا مش ملزمين بيك انك امير البرقه الليبيا، انت امير برقه. Decision caused a split between the Tripolitanians and Cyrenaicans claims because the Tripolitanians didn't want to ally themselves with the British. ولاية طرابلس اللي كانوا يمثلوها جماعة في مصر طلبوا أن الإنجليز يعطوهم وثيقة احنا معاكم لتخريج الطليان من ليبيا، لكن ما نمشوش على العمية زي حسين الشريف حسين. الإنجليز يعطونا سند رسمي أن يتم الاحتلال، يطلعوا الطليان في فترة معلومة 5-10 الله أعلم، نعلن استقلال ليبيا كاملة بمناطقها ثلاثة. إدريس السنوسي قال لا، ما نقدرش نشرط على الإنجليز الموضوع هذايا، احنا بنخشوا معركة ربحنا ولا خسرنا زي معركة السلوم. الطرابلسية انسحبوا. انتصروا في انتصار في الصحراء الليبية. إيدن اللي وزير الخارجية يصرع في مجلس العموم البريطاني يقول لولا القوة العربية الليبية لما كسبنا النصر في الصحراء الليبية. يعني خلاص أصبح إعلان رسمي ولا؟ وعليه لن تعود برقة تحت الاستعمار الإيطالي. يبقى خلاص قالها قدام رأي عالمي ورأي محلي في بريطانيا لو مجلس العموم والأردات. فهنا الأمير إدريس بدأت الأوراق متاعها تطلع، لكن بدأ عنده نزاع مع جهة الغرب لأنهم هم رفضوه وجاء هو في الجانب المنتصر.
في تلك الفترة عاد الملك إدريس إلى برقة، وكانت العودة الأولى في 1944، وطاف القرى والمدن وألقى خطابات مقتضبة كالعادة، ينصح يشكر بريطانيا على دورها في تحرير البلاد، وطالب زعماء القبائل بعقد مؤتمر عقد في القيقب، وصدر عنه ما عرف بميثاق الحرابي، تعهد فيه مشايخ القبائل بعدم إثارة أي خلافات حول أراضي أو أبار أو ثارات، وتأجيل كل ذلك إلى ما بعد استقلال البلاد. بددت أحكام محكمة لاهاي التي اقتضت إلزام بريطانيا احترام حق السيادة الإيطالية القائمة ضمناً، وعدم اتخاذ أي إجراء دستوري من شأنه أن يؤثر في وضع البلاد، بددت أحلام الأمير إدريس في الحصول على الاستقلال، فسيطر عليه شعور خيبة الأمل، كما أنه تعرض لنقد شديد من الليبيين لدرجة اتهامه بأنه مجرد ألعوبة في يد الإنجليز. إذن هذا وضع الأمير إدريس في حرج، يطالب بالإنجليز والإنجليز يسوفون، والإنجليز يسوفون، بعد ذلك استولوا على المنطقة اللي هو يطمح أن تستقل، الآن أصبحت تحت الحكم الإنجليزي، فهذه أصبحت فعلا شكلت يعني حرج كبير جدا. الليبيين اكتشفوا أنهم استبدلوا مستعمر بمستعمر حقيقة، يعني طلعوا الطليان، دخل لهم الإنجليز والفرنسيين في نظام جديد، في شكل جديد، في ثوب جديد. يعني الإنجليز روغوه كثير، قال لهم اشتركنا معكم، وضعوا أولادنا كثيرين منهم ضاعوا في الحرب، وتوا قاعدين يتروغوا فينا، ما تبوش تعطونا استقلالنا، ما نحن ما نبدلش في استعمار باستعمار. فيما سلك الأمير إدريس خطا دبلوماسيا مع الإنجليز لانتزاع حق بلاده في الاستقلال، نشطت الحركة السياسية وعلت الأصوات مطالبة بالاستقلال، وبدلا من الاستجابة لمطالب الليبيين ناورت بريطانيا للحفاظ على مصالحها الاستعمارية من خلال ما عرف بمشروع بيفن سفورزا، الذي ينص على أن توضع أقاليم ليبيا الثلاث تحت وصاية دولية لمدة 10 سنين تنال بعدها ليبيا الاستقلال، مما أثار حفيظة جميع الليبيين، وكأنه سكب الوقود على النار المشتعلة أصلاً. كل الليبيين بما فيهم المتحدث، كلنا، أنا كنت في الولاية لكن الكل قالوا لا يمكن. الأمير إدريس قال لا أقبل وصايا حتى من الملائكة، كلنا ما في حد قال. أسقط مشروع بيفن سفورزا بعد التصويت عليه في الأمم المتحدة، وكان سقوطه دافعاً لإصرار الليبيين على الحصول الفوري على الاستقلال. إذا توانت بريطانيا أكثر من هذا، فسوف أضطر إلى إخبار الشعب بأنه لا بد لي من التخلي عن الكفاح وعدم المشاركة في الشؤون الليبية بعد ذلك، وإما أن أعود إلى مصر أو أعيش في برقة كمواطن عادي، ولسوف أتهم بأنني نكثت عهدي بعد كل هذه السنين، وخنت شعبي بعد أن كنت أوصيه بالصبر زمنا طويلا، وقد تلقيت تأكيدا إذا لم تنجح الأمم المتحدة في الاتفاق على مستقبل ليبيا بالكامل، فإن بريطانيا نفسها سوف تنظر في منح الاستقلال لبرقة والتفاوض معها على عقد معاهدة للتعاون والدفاع، وإن احترام البرقويين لبريطانيا آخذ في الضعف، بينما ينتشر انتقادهم لها ولشخصي بدعوى أنني أداة لها. الحرية التي كفحنا من أجلها طويلا غدت مهددة بالخطر. وافقت بريطانيا على منح برقة حكما ذاتيا تحت إمارة إدريس. From the second half of the 40s, the British considered Idris as the political leader of Cyrenaica.
في الأول من يونيو 1949 أعلن الأمير إدريس في قصر المنار في بنغازي استقلال برقة، واستوقف التصفيق الحاد خطابه أكثر من مرة داخل القصر وخارجه. وعند إكماله الخطاب وإضافته أنه يتمنى لإخوانه الطرابلسيين أن يحصلوا على مثل ما حصلت عليه برقة ويتحدوا تحت راية واحدة، تعالت أصوات أعضاء جمعية عمر المختار بقوة مرددين لاستقلال قبل تحقيق الوحدة، ونحن لا نفرح وطرابلس تبكي، فليسقط الاستقلال المزيف. I can say it can be considered as a betrayal. The fact that Idris he was concerned mainly with Cyrenaica issues, Cyrenaica independence. هو ما فضلش الاستقلال برقة، يعني اضطر بشي يعلن استقلال برقة، اضطر اضطرار، لان الطرابلسية كانوا ما همش متفقين، جهة طرابلس ما كانوش متفقين مع بعض، كل زعيم عنده مجموعة ويبي يدير بها حكومة بروحها. فهو قال لك نبدأ باستقلالي في المنطقة الشرقية ونطالب باستقلال المنطقة الغربية والجنوبية. هنا جمعية عمر المختار اللي هي مجموعة المثقفين قالوا لا، احنا لازم نستقل برقة، تستقل معها طرابلس وفزت. وبدأ فيه نزاع شوي هكي بينهم وبين الأمير إدريس. هو المهم أنه هو يكون أمير برقة أولا وملك المملكة الليبية ثانيا. إذا كان وفق في إمارة برقة فأهلا وسهلا، وإذا كان وفق في ليبيا برضو. حتى لما أعلن الاستقلال وطبق النظام الاتحادي أصر على أنه هو اسمه ملك المملكة الليبية المتحدة وأمير برقة. The great dilemma for Idris was, do I become the emir of an independent Cyrenaica alone, or do we try and incorporate Tripolitania as well? From the Cyrenaican point of view, perhaps it would have been simpler just to be a small independent country on its own, but that would have denied the Tripolitanians their own aspirations to become an independent country. The trouble was, as I've already mentioned, the Tripolitanians were deeply divided about what they really wanted, as they had been after the First World War, when they had again been given the offer, or tried to make the offer, of uniting with the Senussi in the common front against the Italians. It hadn't worked. They had the same dilemma 20 years later during the Second World War, when they were trying to decide, what do we really want? Do we want an independent Cyrenaican emirate? Do we want a united Libya? If we want a united Libya, will it be with the Senussi or without the Senussi? And the fact of the matter was that Idris, in particular, was not prepared to become, to give up his aspirations for Cyrenaica for the sake of the Tripolitanians. If I'm going to be emir or king of anything, I'm going to be king of a united, a sole country, and not be put aside because the Tripolitanian Republicans want a republic. It is my interest to look after Cyrenaica first. Tripolitania, if it wants to join us, may do so. فما كانش فيه حل لأن هالبلاد تقعد مربوطة مع بعضها إلا قبول أمير إدريس نوسي مهما كان. كانت صيحات الفرح والتهليل تحيط الملك إدريس أينما حل. كان يدرك الملك الجديد أن أمامه عقبات صعبة وأن مملكته تتنازعها هموم كثيرة. طبعا الملك سكر على الخلاف هذا اللي بين النزاعات اللي كانت بين الليبيين اللي مع إيطاليا واللي ضد إيطاليا، قال له ما فيش قتال، يعني قفل عليه، دارها مصالحة وطنية بالقوة.
أنا ما فيش ملك إدريس وما فيش رئيس حكومة، أنا في السيد إدريس ومصطفى الحديد. والله لو بالقوة سأمنعك من الخروج من ليبيا. منعت انتقالات رغم معاهدتها مع ليبيا ورغم قواعدها في ليبيا من أنها تستخدم ليبيا للعدوان على دولة عربية أخرى، ده موقف مشرف للملك إدريس. فحزم أمتعته وسافر إلى اليونان بحجة طلب العلاج، ليرسل من هناك كتاب استقالته في أغسطس عام 1969. الملك إدريس الجزء الثاني يأتيكم في الأوقات التالية.